بسؤالكم بصفة عامة وبكل واقعية عن رؤيتكم في الحياة الحزبية في مصر، بتشوفوها ازاي؟ بتحقق ايه على الارض؟ ست نائب. طيب الاول خليني يمكن اقول التقرير اللي احنا شفناه وتابعناه مع بعض اختصر كتير من اللي ممكن نقوله في خريطة الحياة الحزبية وتطورها منذ نشأتها حتى تاريخه. وفي هذا الصدد انا عايز اوجه يعني تحية لأسرة التحرير ولحضرتك على اعداد هذا التقرير، لان بعتقد ان هو رغم يعني قصر مدته الزمنية انما يعتبر يعني مختصر وثائقي مفيد يبين للمواطن المصري حتى اللي بيشاهدنا مش هيمل وبيشوف تقرير زي ده. شكرا. ممكن في اقل من 5 دقايق يعرف تطور الحياة الحزبية المصرية كان شكلها ايه. الحياة الحزبية بمشهدها الحالي عايز اقول في ظل هذا التطور احنا بنتكلم عن حياة حزبية جفت لفترة كبيرة جدا من 52 لغاية 76. فترة تقارب الربع قرن، انت بتتكلمي عن تجفيف منابع الحياة الحزبية وتجفيف الحياة الحزبية وقتها لمدة 25 سنة تقريبا. كان ايه سبب الجفاف ده؟ كانت قائمة على فكرة التنظيم الحزب الواحد او التنظيم السياسي الواحد. من اول نشأة الاتحاد القومي او هيئة التحرير في 52 ثم الغائها سريعا واستبدالها بالاتحاد القومي، والاتحاد القومي بعد ذلك اصبح الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الاشتراكي بعد ذلك اصبح حزب مصر، وحزب مصر بعد ذلك تطور الى الحزب الوطني. حتى من 76 ل 2011 بنتكلم برضو عن فتره تقارب ال 36 سنه او 35 سنه، احنا كنا في ظل تعدديه شكليه. احزاب ولدت في اطار حزب حاكم اللي هو حزب مصر اللي تحول للحزب الوطني، وكانت في تجربه شهيره وحزب مصر لم يتحول للحزب الوطني. حزب مصر في ذلك التوقيت كان بيترأسه السيد ممدوح سالم رحمه الله عليه رئيس مجلس الوزراء. ولما اراد الرئيس عبد الفتاح الرئيس محمد انور السادات ان هو يعمل تجربه المنابر السياسيه الثلاث، فقال يبقى في حزب وسط وحزب على اليسار وحزب على اليمين. واتعملت المنابر وسطا بالاحزاب بره او بالحياه السياسيه، اتعملت المنابر. بس جه بقى بعد كده رئيس السادات راح قال ايه، كان حزب مصر هو اللي بيلعب الدور ده اللي هو حزب الوسط، وفي حزب الاحرار وحزب اخر حزب اظن التجمع اعتقد اظن التجمع. فسادات بعديها جه قال لا انا عايز انا اعمل حزب، فراح عامل حزب قال انا رئيس الحزب ده اللي هو الحزب الوطني الديمقراطي. لما عمل الحزب الوطني الديمقراطي انتقل كل السياسيين وكل اعضاء حزب مصر الى الحزب الوطني الديمقراطي وسابوا ممدوح سالم لوحده رئيس الحزب. فالدولة كلها بكل سياسيها بكل من يرغب في الاداء الحزبي تحول الى حزب واحد حاكم هو الحزب الوطني الديمقراطي. وهو برضه يعني احنا عندنا احزاب جنبيه يمين ويسار، وبعد كده في ال 35 سنه انشئت حتى قبل 2011 بقت في احزاب وصلت ل 24 بقى اللي هي تقولي مثلا عليها الوفد الجديد، ثم بعد ذلك الاحزاب زي مصر الفتاه زي الغد الغد زي حزب الغد ده في 2004 كمان يعني حديث يعني انما بقت في احزاب تانية زي حزب الجيل زي احزاب كتيره انتشرت وانشئت، انما كانت بتدور كلها في فلك الحزب الوطني وهو الحزب الواحد برضه. يعني حتى الانتخابات احنا ما شفناش مثلا حزب نزع الحزب الوطني في اغلبيه طوال ال 35 سنه، ما صحيح حصلش. صحيح. فتعود المصريين على ان هم يظبطوا بصلتهم على حزب واحد، فكره الحزب الواحد، فكره التنظيم السياسي الواحد. وهنا لما حصل بقى العكس بعد 2011 احنا وصلنا النهارده استاذه منى لاكثر من 105 حزب. بتكلم 105 حزب، هو يعني الاحزاب دي موجوده في الشارع. لو عملت استطلاع راي في تاريخ الاخر عملنا استطلاع راي وسالت المواطنين، تحب تسمعه؟ يا ريت نعرف. احب قبل ما اسمع راي باشمهندس ياسر نسمع مع بعض استطلاع المصريين في الشارع، انتوا تعرفوا ايه عن الاحزاب واحنا عندنا كام حزب؟ مش هتلاقي واحد يعرف 5 احزاب، احنا عارفين مسبقا بس نحب الناس تسمع. طب تعالوا تعرف ايه عن عدد الاحزاب وتعرف ايه عن دمج الاحزاب كمان، يعني المواطن المصري يعرف ايه عن الحياه الحزبيه اصلا في مصر. تعالوا نشوف مع بعض. نكمل بقى التاريخ. تعرف عدد الاحزاب في مصر؟ لا انا ما اعرفش عددهم في الدنيا. لا ما اعرفش حضرتك. ممكن اقول لك حزب كذا كذا بس عدد ما اعرفش عدد. تقريبا 7 احزاب كتيره. عدد الاحزاب لا طبعا.
لا بالظبط لا، هم حوالي 5 احزاب. لا مش واضح، مش باين عددها لانهم عدد كتير قوي يعني. قول لي 5 احزاب عارفها. والله اعرف ان في حاجه اسمها الحزب الناصري والحزب الوطني مش عارف الديمقراطي وحاجات زي كده، مش فاكر يعني 5 احزاب بالظبط. حزب الوفد وحزب النور و حب في حب مصر. حزب الوفد، حزب المصريين الاحرار، المصري الديمقراطي، الوفد مستقبل، مستقبل وطن، الوفد وفي الغد وفي بس ما عايز وقت عشان افتكر. ايه رايك في دور الاحزاب في الحياه السياسيه في مصر؟ والله دورها انا مش شايف لها دور خالص يعني. لا للاسف ملهاش دور خالص، مفيش اي دور للاحزاب طبعا. بيقوم بالدور بتاعه مثلا كحزب، مثلا بيثبت وجوده في الدور السياسي بتاعه، بيتكلم عن حياه في البلد. هو ما بيظهروش غير ايام الانتخابات، ايام مجلس النواب رئاسه، انما غير كده ما لهمش اي نشاط يعني. طبعا اكيد كل حزب ليه فكر سياسي بيطرح فكره في اي مجال، مثلا زي المجالات السياسيه، المجال الانتخابي، مجال الاحاده. امال هو الاحزاب اتعملت ليه؟ ما عشان الديمقراطيه. اكيد ليها دور. امال هي اتعملت ليه اصلا؟ شايف ان العدد كتير بس مش شايف له اي دور ولا اي عمل سياسي على الارض ولا في اي وضع يبان نتيجه شغلهم ولا اي حاجه. سمعت عن فكره دمج الاحزاب؟ يا ريت يا ريت يحصل ويندمجوا يبقى حزب واحد. لو حزبين مع بعض ماشيين في سكه واحده او في اتجاه واحد او في اتجاه مصلحه البلد اكيد هيبقى كويس. ضد فكره طبعا دمج الاحزاب، لان كل حزب له فكره مستقل بنفسه، مش لازم يعني يكون يحصل اندماج. انا ما سمعتش عنها بس هيبقى نتيجتها هنعمل يعني دمج الاحزاب يعني اكيد كل حزب ليه اهدافه، فهندمجهم ازاي اساسا يعني؟ تهيألي هتكون افضل. هي تبقى فكره ممتازه طبعا بالتاكيد. تلم الكوادر اللي هي هتشتغل فعلا. لا هو انا مش معاها بصراحه يعني، انا ضدها لان كل حزب ليه افكار وليه طموحات وليه اراء. لو عاوزين يجمدوها مع بعض انا ما عنديش مانع، بس تكون حاجه لمصلحه الشعب مش حاجه اللي هي تضرني. لا انا عاوز حاجه تمثلني، اعرف ان انا ماشي ازاي واعرف ازاي. انا ليا دلوقتي حاجات كتير مش عارف اخدها في حقوقي.